السلام عليكم ورحمة الله. بتشم ايه؟ معلش انا جاي للجري عشان الحق الدرس. ايه والله ايه والله. ادخل اتفضل. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ السلام عليكم. ايه الا فين ابوكي ولا امك ولا اي حد في البيت دي؟ بابا خلا بيجهز الاكل. حلو، عقبال ما نخلص الدرس يكون كلنا لقمه مع بعض ويبقى عيش وملح. الا فين امك؟ ماما تاكلت قصدي إيه؟ سافرت. ايه ايه اللي تاكل دي؟ ام عباره يا اولاد. قال انت اسمك ايه؟ اسمي سرايه. سرايه قديم اسم سرايه دي، بس مش مشكله سرايه. حلو حلو. انت بتعملي ايه يا بنت انت؟ بقول لك ايه، قال انت تعرف ايه في التاريخ؟ انا اعرف كل حاجه في التاريخ. ايه عارفه كل؟ امال انا لازمتي ايه؟ لازمتي ايه انا لما انت عارفه كل حاجه في التاريخ؟ تعرفي امتى الحمله الفرنسيه وتعرفي حاجه عنها؟ شفتها بعيني وشفتها كمان. قال يعني كنت عايشه انت اميها يعني؟ ها قال يعني كنت عايشه اميها. احنا هنبدا بالحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه دي احنا دلوقتي هنمسكها من اولها لاخرها. ماشي. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت بتشمي ايه؟ بس ريحتك بتجوعني. ريحتاني بتجوعك؟ ده انا ريحتي بتقلب معدتي. ايه اللي ريحتي بتجوعني دي؟ وبعدين ده انا حاطط اكسيوس، ريحتي حلوه. انت بتشمي ايه يا بنتي؟ بتشمي ايه؟ شم شم يا حبيبتي، شم يا اختي، شم يا بنت انت. يا بنت ناديلي ابوكي، ناديلي ابوكي يا ابو سوري، يا ابو سوري. البنت بتشم فيا كده يا ابو سوري. على فكره بابا ما بيحبش الصوت العالي. هنادي بصوت واطي يا ابو سوري. بابا دلوقتي بيطبخ. عارف بقى هو بيطبخ بيتعصب. بص ايه نتغدى مع بعض. ايوه بس بعد ما نخلص الدرس الاول. ايه ده انا هخلص الدرس وعامل كل حاجه، اهم حاجه الغدا، اهم حاجه الغدا. ماشي. بص ايوه، اول حاجه هروح نادي بابا عشان نجهز الاكل. يا ريت. عارفه يا بنت انا حبيتك لان انا عندي بنت زيك بالظبط. ربنا يخليك يا سرايا. نادي لابوكي بقى، نادي لابوكي. يلا عقبال بقى ايه محضر انا الحاجات دي. يلا يا دي الشام اتفضلي. عيلة غريبة، عيلة غريبة. هو انا مش قادر، احنا امتى هنشرب دمه؟ ما تبقاش متهور، اصبر، هنعمل اللي احنا عايزينه لله دي. النهاردة هنجرب ونشوف، احنا كلنا محتاجين الدم البشري. ولله دي اول ليلة نجرب فيها. بس انا مش قادر، انا بقيت لما اشوف اي حد في الشارع عاوز اكله. تريك مش متهور، التهور بتاعك ده هيخلي الناس تعرف احنا ايه بالظبط. بسرعه طيب عشان مش هعرف استنى، مش هعرف. بابا. سوريا، في ايه يا سوريا؟ مستر جاهز بقى. جاهز؟ طيب ماشي يا سوريا. سوليه مالك خايفه كده؟ بصراحه مش هينفع يتعامل معايا كده يا بابا. مفيش الكلام ده، اهم حاجه مصلحتنا احنا، عيلتنا احنا وبس. حرام عليك ده يا بابا، يعني طيب قوي. ايه اللي حصل لك؟ مالك مالك بقيتي كده؟ مفيش مشاعر عندك، مش طبيعتنا دي يا بابا. ده راجل طيب يا بابا. بس امشي اطلعي بره انت، اقعدي معايا وانا هتصرف انا وحسن. حاضر يا بابا. ايوه حبيبي بابا. ايوه انا في الدرس اهو، هخلص واجيل. وانا اللي بحبك يا حبيبتي. يلا مع السلامه، في رعايه الله. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. الله قول لي يا مستر، هو مين انت كنت بتتكلمها دي البنت سعديه يا بنتي. البنت تعبانه قوي، ادعي لها سرايا، ادعي لها، انا بحبها قوي. هو يعني ايه حب؟ يعني ايه حب؟ مش عارفه يعني ايه حب. الحب دي اهم حاجه في الدنيا كلها. اصلا انا عمري ما حسيت بالشعور. ليه؟ هو ابوكي ما بيحبكيش ولا ايه؟ بصراحة بابا عمره ما حبني. بحول الله يا رب. ليه؟
ده انت زي العسل. في حد يبقى عنده البنت الحلوه دي وما يحبهاش؟ فك يلا خلينا نخش في الدرس. بقول لك ايه، احنا دلوقتي هنبدا ايه الحمله ولا اقول لك سيبك من الحمله الفرنسيه دي عشان تقولي لي عشتيه وشفتيه والكلام دي. هنشوف تاريخ محمد علي. ماشي انا بقى هشرحها لك بطريقه حلوه قوي. تعرفي تسقفي؟ يلا. ايه يا حمو علي؟ حمو علي علي. ايه يا حمو علي؟ ايوه حمو علي علي. ايه يا حمو علي؟ ايوه حمو علي علي. والمماليك. ايوه المماليك. ايوه يلا سوريا معايا. المماليك. ايوه المماليك. ايوه بس بس رجل طيب، مش وقته دلوقتي. يعني ايه بس؟ زي ما قلت لك رجل غلبان، مش هينفع يتعامل فيه كده. ايوه انا غلبان، قولي له حاجه. يعني ايه راجل غلبان؟ انت متعصب ليه؟ فرصه جميله قوي. فرصه جميله قوي. ايه ايه دي؟ قلت له مش هينفع يتعامل فيه كده. يعني مش هفهمك غلط يا جدع. ايه دي بس؟ يعني قلت لك بس. يعني انت مش عارف انت بتعملي ايه؟ بتضيعي علينا فرصه جميله قوي دلوقتي. هو ايه اللي هيشتغل؟ شوفوا شويه مجانين. ايه دي؟ انا دلوقتي على فين؟ حضرتك ابو سرية صح؟ صح. انا عايز امشي، عيالك بياكلوا بعض جوه. تمشي تروح فين؟ دي الحفلة لسه بتبدأ وبنجهز لك العشاء. اخيرا يا ولاد، اخيرا جت اللحظه اللي نجرب فيها الدم البشري. الدم البشري تلاقي طعمه حلو قوي. طبعا يا جماعه حرام. يا جماعه حرام ايه؟ انت كنيدي؟ شايفه نفسك عامله ازاي والضعف اللي انت فيه واسنانك اللي وقعت؟ انا فين؟ اهو صحي. انا فين؟ سوري وانت ابوي وانت اخوي، انا جاي اعمل ايه بقى هنا؟ احنا مش عايزين نوترك، ما تقلقش. انت عم تبقى مبسوط. الله يطمن عليك. انا هادي في اللي انا فيه ده ازاي بس؟ يعني برضه بتوتر نفسك يا ابني. ما توترش نفسك، ده احنا عاملين كده بس عشان كان في حراميه جايين وربطناهم. ايوه اصبر اصبر بس. انت عايز مني ايه؟ خليك معانا النهارده بس كده، ثاني تبقى مبسوط. ثاني كده ابقى مبسوط. اه عايزين بصوك يبقى دمك خفيف. دم خفيف جاي محمد هنيدي يا باشا. انت انا عايز اروح بقى، بنتي تعبانه. لا تروح ايه؟ طب ما يلا بينا خلاص بقى. يلا بينا يا جدع. انت مخيش افهم غلط بقى. استنى اهدى حبيبي اهدى. ايوه انت عارف لما هيتوتر الدم بتاعه هيبقى توكسيك. ايه ايه توكسيك دي؟ لا توكسيك ايه؟ انا مش توكسيك خالص، انا راجل. سوريا عايزاك الليله. سوريا هتعمل ايه فيا يا سوريا؟ لا ايه انا اللي خايف يا سوريا. بص بصراحه سوريا مريضه ومحتاجه نقل دم من عندك. نقل دم؟ انا اصلا ما عنديش دم. دم ايه اللي انت عايزه يا بيه؟ ادينا بس شويه دم من عندك. اديك شويه دم؟ اه انت عايز تشربها دم؟ ايه يعني حاجه زي كده. يا شربها فيتامين سي، شربها ازوزي. الدم يا باشا اللي انت عايز تشربه لها دي. بص طب بق، احنا مش هنيجي جنبك، هي بس اللي هتيجي. احنا عايزين بق بقى يا عم. بق ايه؟ ادينا بق. والنبي يا سوري سوري خش خد لي البق يا سوري. سيبها هي هتاخد اللي هي عايزاه. ما تحفش يا سوري. والنبي لا يا سوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ زياد درس اللغة العربية الفصحى.